كابتن يحيى، تابعنا مع بعض الافتتاح، يمكن المباراه شغاله دلوقتي، بتهيألي فرق 5 لمصر تقريبا، وفاضل يمكن 3 4 دقائق. تعليق حضرتك على الافتتاح والمباراه نفسها كمان. طبعا هو حدث عالمي بالنسبه لكل العالم، ان تحصل في ظل الظروف الراهنه فيروس كورونا ده، ان تحصل بطوله وتكون البطوله الاولى ان يكون فيها 32 فريق، ودي هتبقى اول بطوله واخر بطوله بالنسبه للعدد ده، ترجع تاني ل 24 فريق. طبعا الافتتاح ما كانش بالقوه اللي احنا كنا منتظرينها، وهو متوسط لحد كلها. اهم حاجه ان احنا الافتتاح كان طبعا الاغنيه للفنان تامر حسني كانت اغنيه كويسه جدا. الافتتاح ما كانش بالمستوى المطلوب اللي احنا كنا منتظرينه زي بطوله افريقيا بتاعه القدم اللي احنا كنا مستنيين منها، بس طبعا دي مش مهم. اهم حاجه برضو الكورونا والدنيا، يعني بالظبط كده، وعدم وجود جمهور كمان، دي برضو حاجه طبعا صعبه. عدم وجود جمهور ده طبعا ده حاجه مش كويسه طبعا. الجماهير يمكن بتخلي الافتتاح اكتر واكتر. تمام، احنا كنا منتظرين طبعا حتى لو 20% زي ما قالوا ان هو يحضر وحده كلها، ان احنا كمصريين وحده كلها منتظرين من الصاله دي اللي هي بتشيل 18000 متفرج ان هي تكون موجوده. اتمنى كمان ان البدايه دي ان شاء الله تبقى حافز للماتش مقدونيا يوم السبت وماتش السويد يوم الاثنين، وتكون بدايه موفقه لينا ان شاء الله يا رب.